أكيد طالع مكان. يعني لسه بس خلي الناس تدخل. وين الناس؟ نبع شوية حتشوف فوق كمية الناس المشاهدة يعني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنس محمد عبد الرؤوف من جروب الباحثين السودانيين، اليوم 18/7/2018، لقاء مع أستاذ أبو عبيدة بشير، مساعد المدير العام للإدارة العامة للقبول، مركز الاستجابة والدعم السريع. إن شاء الله اللقاء ده حيكون بكل ما يختص بالتقديم والقبول للجامعات السودانية. فمرحبا بك أستاذ أبو عبيدة، ومرحبا بك في جروب الباحثين السودانيين أو مؤسسة الباحثين السودانيين، اللي من خلالها نحن بنحاول نقدم ونساعد المجتمع بتاعنا بقدر الإمكانيات والحاجات المتاحة عندنا. فتفضل أستاذ أبو عبيدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل سنة وأنتم طيبين. بنقول كل سنة، كل سنة وأنتم طيبين، لأنه نحن في حضرة تقديم مؤسسة التعليم العالي السودانية. وأنا عادة قاعد أسميها والصغير إن واحدة من بوابات المستقبل لدولتنا السودانية، إن زي ما بيقولوا تستشرف آفاق جديدة وتحضر الدولة السودانية في كل المجالات، زي ما بيقولوا الدولة السودانية في كل المجالات بدماء جديدة وأحلام جديدة وآمال جديدة وخطط وروع جديدة. كل الحاجات دي بتتمثل في بوابة التقديم لمؤسسة التعليم العالي السودانية. التقديم لمؤسسة التعليم العالي السودانية بتتجاوز النقطة الإجرائية لهم مجتمع، لأحلام مجتمع، أمهات وآباء، خيلان وخالات، أعمام وعمات، كلهم حقيقة كانوا شركاء في عملية التقديم لتأهيل الطالب ليصل للمرحلة بتاعت الشهادة الثانوية، والغطاف الأول إنه يختار واحدة من مؤسسات التعليم العالي. الحمد لله وشكر لله، يعني وزارة التعليم العالي كانت مستحضرة الهمدة تماما ومستوعبة اللحظة، وعدت عدتها عبر يعني عدد وافر من الأعداد المخططة في مختلف التخصصات العلمية والتطبيقية والنظرية. بل وزارة التعليم العالي إذا راجعنا يعني أعداد المخطط السنوية بنلقاها في كل عام والثاني بتضاعف أعدادها للكليات، بتضاعف أعدادها من التحضير والتجهيز لاستقبال طلابنا السودانيين في مختلف التخصصات. الليلة عشان ما زي ما نقول نعسم الكلام ونكون كلامنا يعني معسم، عايزين نتلاقى يعني أبو عبيدة الإدارة العامة، يقول أنا واحد من الأعضاء بتاعين مؤسسة الباحثين السوداني، مشارك بشكل ما في زي ما يقولوا قطاع الـ NGOs اللي هو واحدة منه مؤسسة الباحثين السودانيين. والليلة قلنا نتلاقى عطاء البيت الواحد مؤسسة الباحثين السودانيين، نتشارك بعض من المعرفة بيننا وبينكم، نتشارك بعض من زي ما يقولوا قليل معرفتنا وكثير كثير حكمتكم وخبرتكم وتجربتكم في مجالات الحياة. كل الحاجات دي عشان شنو؟ نشيح بعض من الوعي بالأسس والضوابط اللائحية والإجرائية اللي بتمكن الطالب أو بتعظم فرص الطالب للتقديم لمؤسسة التعليم العالي السودانية. حقيقة في كثير من الأسئلة الدائرة، كثير من النهاية، لكن الهم الكثير ودائما بنقوله وبننادي به كيف الطالب يختار مقعده من الجامعة. وكل الناس زي ما نقولوا تدرجوا في زي ما نقولوا المجتمع الباحثين السودانيين عاشوا التجربة دي بشكل ما، عاشوا ظلال الأسرة وعاشوا ظلال حاجات كثيرة، عاشوا زي خيارات زي ما نقولوا الخيارات المجتمعية المبنية من الصورة الذهنية لشكل المؤسسات. الكلام ده بيأثر في شكل اتخاذ القرار، شكل اتخاذ القرار بتاع الطالب بيفوت كثير من الفرص.
يعني يمكن السنة اللي فاتت كانت واجهنا بظاهرة إنه في عدد كثير يمكن بيصل لل 250 طالب ديل في الدور الأول ما قبلوا. ما قبلوا ليه؟ لأنه كان تفضيلهم رغبة واحدة في مؤسسة واحدة، والتنافسية بتاعتها كانت عالية. التنافسية بتاعتها عالية نتج منها إن الناس دي كلهم خرجوا من دائرة المنافسة وما تحصلوا على مقعد في مؤسسة التعليم العالي، اللي تجاوز 36 مؤسسة حكومية غير مؤسسة التعليم الأهلي والخاص والأجنبي، اللي تجاوزت 94 مؤسسة. بنرجع بنقول، أنا دائما امبارح كنت في ورشة مع مجموعة من الشباب، ولو أنتم عايزين التخصص عايزين المؤسسة، يعني فكرة إلا المؤسسة بتضيع، والله بتضيع كثير من المستقبل. يعني عندي يمكن حالة امبارح كنا بنتونس معاه عاد 6 سنوات كان بيجيب تقدير محترم جدا على 6 سنوات عشان يخش مؤسسة، في حين إنه 6 سنوات دي كان يكون كمل البكالوريوس وكمل الماجستير بقى فيها هو والدكتوراه. الكلام ده بنقوله ونحن ما بنقول الكلام ده ضد إنه طالب زي يقولوا يوجه أحلامه ورؤاه لجهة معينة، لكن نحن عايزين والله كل الشباب دي زي يقولوا يصلوا سرعة، يحقنوا زي ما يقولوا أوريد المجتمع السوداني بعلمهم بنجابتهم وبمقدراتهم اللي قاعدين نشوف حقيقة. والله شباب فيه خير كثير وفيه كله زي ما يقولوا ملامح العافية الممكن يلقاها المجتمع السوداني. ما عايز أتطوف كثير، يعني ممكن أقوم عايز أخش في الأسس والضوابط طوالي، عايز أخش في الملامح وزارة التعليم العالي عدد شنو. يعني مثلا وزارة التعليم العالي في الجامعات الحكومية العدد المخطط بتاع السنة اللي فاتت كان 105,000، 158، السنة دي زادت عدد المقاعد ل 106,751 على مستوى البكالوريوس. على مستوى الدبلوم الجامعات الحكومية كان السنة اللي فاتت 49,078، السنة دي زادت من المقاعد ل 50,505. في مؤسسة التعليم الأهلي برضو في مستوى البكالوريوس السنة اللي فاتت كانت 66,449، السنة دي 67,854. على مستوى الدبلومة كانت 22,680، على السنة دي 22,810. الكلام ده بقول إنه وزارة التعليم العالي عبر المؤسسات المختلفة عبر اللجان المختلفة حريصة إنه يعني تفرد كل المساحات الممكنة انه تستقبل اي طالب تحصل على شهاده مؤهله لدخول مؤسسه التعليم العالي، ان كان على مستوى البكالوريوس او على مستوى الدبلوم. ووزاره التعليم العالي يمكن لها سنوات بتركز على بكثير من الجهد على الدبلومات التطبيقيه والدبلومات التقنيه. الحقيقه بتحتاج كثير من القطاعات بتساهم في التنمية المتوازية في البلاد. ده يمكن كلامي طارئ، ومرحبتين بالشباب اللي نقوله الآن مشاركين معنا، حقيقة منتظرين نسمع منهم ومنتظرين نشاركهم زي ما نقولوا بمعرفتنا فيما يلي أسس وضوابط التقديم لمؤسسات التعليم العالي. القبول لمؤسسة التعليم العالي محكوم بمجموعة من اللوائح المنظمة، أو اللائحة المنظمة للقبول. ممكن عشان نساعد نوسع الرؤية، الإدارة العامة للقبول، مش الإدارة العامة للقبول، نمرق شوية. وزارة التعليم العالي محكومة من مجموعة من اللجان العلمية المتخصصة. واحدة من اللجان العلمية المتخصصة لجنة القبول القيمة، يعني القبول محكوم بمجموعة من الأكاديميين والبروفيسورات أصحاب الخبرة والدراية الطويلة اللي تغلدوا عديد من المناصب والعناية لحد ما وصلوا مرحلة درجة رؤساء الجامعات المختلفة الحكومية وأهلية. بيجتمعوا سنويا في اجتماعين أو حسب ما تقدر اللجنة عشان يناقشوا استعدادات القبول
والاعداد المخططه ويناقشوا النتيجه الصادره. ده الواقع بتاع اللجنه. عندهم اللجان، لجنه القبول الصغرى اللي بتكون حاضره لاي مشاكل بتطرح على اجراءات القبول، ده واقع القبول. بالاضافه للاداره الاساسه مجموعه من الكوادر المهنيه الحريصه انه تاهل كل الطلاب لمؤسسه التعليم العالي بكل سهوله ويسر، وتكون غيمه على كل بيانات الطلاب. نرجع للائحه، عشان نتونس من اللائحه. يرشح الطالب لمؤسسه التعليم العالي او ضوابط القبول، الترشيح والقبول لمؤسسه التعليم العالي، يرشح الطالب للقبول لمؤسسه التعليم العالي بناء على ترتيب الرغبات في استمارات التقديم. دي اول مشكله انا حقيقه عايز اتكلم فيها. كثير مننا نحن كثقافه سودانيه لو عايزين نقوم باي اجراء، حتى لو عايزين نفتح ايميل او الناس تستنى ايميل، ما قاعدين نقرا اللوائح. نخش اجراءات الايميل طوال، بنشتري دواء من الصيدليه ما قاعدين نقرا الروشته بتاعت الدواء، بنتعاطى الدواء طوال. بعد ذاك حتى لما نتعرض للاثار السالبيه الجانبيه بتاعت الدواء، حتى بعدين نفكر ليه حصل كده. تقديم وسائل التعليم العالي مبني باسس وضوابط واضحه. يا ريت اي طالب واي اسره عايز تساعد ولده عشان يقدم لمؤسسه التعليم العالي، بس ينتبه الاسره ينتبه لحاجه واحده. يا اخي اول ما تبدا اي عمليه تقديم، رجاء يا اخي رجاء وفضلا ارجعوا للموضع بتاع الاداره العامه للقبول الادمشن دوت جوف دوت اس دي، في الاسس اسس ضوابط القبول بتلقوها منشوره، بتلقوا المواد الموحله منشوره، بتلقوا الكليات منشوره، بتلقوا دليل المنافسه للعمل ساده منشوره. وده بسوقنا لحاجه، وحاجه مهمه جدا جدا يا جماعه. احنا وزاره التعليم العالي ووزاره التعليم على غرض تنتقل بكليات الاي جفرمنت، بقت في تجربتي في الاداره العامه للقبول ده العام الخامس ما طبعت ورقه. يقول اي ادله ورقيه عشان تساعد بها الطلاب او تكمل بها اجراءات التقديم. كل الادله المعنيه بالتقديم مؤسسه التعليم العالي الان اصبحت الكترونيه. كل المعاملات اللي بينه وبين مؤسسه التعليم العالي المختلف الاداري عامل يقول الكترونيه. فبالتالي النصيحه الاولى اللي بنقدمها لكل الاسر، لكل الطلاب، لكل المهتمين بقبول وسائل التعليم العالي، اي وثيقه ورقيه لا في الاسواق ما عندها علاقه بالاداره العامه للقبول. والاداره العامه للقبول يمكن في كثير من 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 تنويهاتها بتقول انه اي وثيقه صار لا متوفره في الاسواق فيما مسؤول عنها وما يترتب عنها من اي خطر في المعلومات المدرجه داخلها، بيأثر في شكل تقديم الطالب واختيار رغبات الطالب، يمكن يبعد الطالب من سباق المنافسه وهو مؤهل لعديد من الكليات المحليه. فيا ريت يا ريت نرجع نستقي معلوماتنا من موقع الاداره العامه للقبول. يلا في موقع الاداره العامه للقبول في البند الف في الفص الثالث للائحه اسس وضوابط الترشيح للقبول، بيقول يرشح الطالب للقبول لمؤسسه التعليم العالي بناء على ترتيب الرغبات المسجله في استمارة التقديم. كثير من الطلاب يقول لك يا خصم والله يا اخ مكتب قدمنا رغبات، الرغبه الاخيره شالوني فيها وانا ما كنت عايزها. يا اخي ما تقدم رغبه انت ما غيرها. هو يقول ما حد الكتروني انت ممكن تملى 45 رغبه. لكن يا طالب الان انت بعد حلقتنا دي او بعد مقابلتنا دي حتخش الموقع وتقدم الكتروني وتقدم، بس يتذكر حاجه واحده، انه القرار اللي حتتخذه اليوم حيرتبط بمصيرك لمده 60 سنه الجايه، حيأثر في مصيرك ل 60 سنه الجايه. فاختياراتك زي ما يقولوا قراراتك واختياراتك انت المسؤول منها تماما، وانت الان عمرك 18 سنه. الإدارة العامة للقبول عبر زي ما نقول التوليف الحسابية والأنظمة الحاسوبية اللي بتأهل بها
الطلاب لمؤسسة التعليم العالي المختلف ويجري ما تحصل عليه من نسب لتخضيع رغبات أي طالب على حدة من الرغبة الأولى، لتخضيع المنافسة مع كل الطلاب المتقدمين لذات الرغبة. فلنفترض المتقدمين لطب الخرطوم، كل الطلاب المتقدمين لطب الخرطوم بتستدعى الرغبة دي وتدخل المنافسة معاهم إن أهلته نسبته، يتأهل طوالي للمقعد المعني أو الرغبة المعنية وتصغر باقي الرغبات. إن ما أهلته نسبته الأنظمة الحاسوبية بتنتقل للرغبة الثانية، أو إن تساوى آخر طالبين في مقعد، إذا كان العدد المخطط للكلية 200 مثلا وإن تساوى الرغم 200 ده فيه طالبين، والأنظمة لازم تفرز بين الطلبة. بنرجع للمفاضلة، المفاضلة اللي أنتم كلكم بتعرفوها ومريتوا عليها، بيسوقني للمربع الفرد الفرد، يلا ده بيسوقني لي حاجة مهمة جدا جدا وطوال بنقوم نكررها، انه رغباتك ال 45 المتاحة لك في استمارات التقديم الإلكترونية رتبها باحتبارات الكثيرة، رتبها ترتيب الرغبة، الاستعداد، رتبها ببعد الجامعة وقربها، كل الاهتمامات دي حاول انتبه ليها وانت بترتب في رغباتك عشان تعظم فرص القبول لك. ده بيسوقنا لنقطة مهمة برضو في اختيار الرغبات. كثير من الأسر وكثير من الطلاب بيحتقدوا دليل المنافسة المنشور في الموقع، هو نسب الحق ينافس بها. ظهر لنا مثلا في الخرطوم 93 و93 و7 من عشرة، بيفترض انه انا لو ما جبت 93 و7 من عشرة ما حكون مؤهل. انا عايز اقول حاجه مهمه جدا جدا ويا ريت الناس تنتبه ليها، انه النسبه الظاهره في دليل المنافسه 2017 بتلقوها 2017 2018، احنا الان في حرم التقديم مؤسسه التعليم العالي 18 19، المعلومه الوارده في دليل 17 18 بتعتبر اول حاجه معلومه ارشيفيه، معلومة أرشيفية أي ما عندها قيمة مؤثرة في تقديم السنة دي. كيف الكلام؟ ننتقل الكلام. كل الطلاب زيكم الآن متقدمين لمؤسسة التعليم العالي وداخلين المنافسة تنافسوا السنة اللي فاتت بما تحصلوا عليه من درجات. خلاصة أو نتاج تنافسيتهم دي كانت الحد الأدنى للقبول لطب الخرطوم 93.7 من عشرة، وكل الكليات الثانية حسب ما ظهرت النتيجة والدليل قدامكم. فبالتالي بنستفيد نحن من الدليل الرشاوي ذات التعليم العالي. الدليل الأرشيفي المنشور في موقع ده يا جماعة، الهدف الأساسي منه إنه يكون مؤشر للطالب السنة اللي فاتت الكلية دي أخذوا لها كم، النتيجة العامة مرتفعة منخفضة تنافسية. الكلام ده يمكن انتم تستغربوا من اعلان نتيجة الشهادة الثانوية وقراياتها، لو انتم كنتم متابعين كويس بيساعدكم في بناء قراراتكم الاحتمالية. ولو لاحظين انا بقول احتمالية لانه التقديم كلنا بنبني على احتمالات، كم نحن حنتحصل في المية في كلية معنية. يلا بنسوقنا لحاجة وبنقول الطالب عايز التخصص ولا عايز الجامعة. الطالب اللي عايز التخصص بيقدر يبني رغبات، لكن الطالب اللي عايز الجامعة ما بيقدر يبني رغبات. انت ما تحصلت على درجاتك وقضي الامر، يعني درجاتك ما حتتغير فيها شيء. بعد ده انت بتكون بتعاني من ضغط نفسي في اتخاذ القرار انك تختار الكليه. كثير من الطلاب يقول لك انا والله عايز طب الخرطوم. اوكي، طب الخرطوم كل الشعب السوداني داخل وخارج السودان عايز طب الخرطوم. الكلام ده بينتج مني شنو؟ كل الطلاب في كل كلياتهم بكل درجاتهم العاليه
هذه تبقى الخرطوم. تبقى الخرطوم عنده عدد مخطط، ان كان 350 مقعد ان كان 1000 مقعد في النهايه عدد مخطط. العدد المخطط ده في الكميات الكبيره المتقدمه لتبقى الخرطوم حتخلق شكل تنافسي. التنافسيه بالدرجات العاليه دي الانظمه لازم ترشح احسن 350 من ال 5000 ل 10000 ل 20000 المتقدمين لتبقى الخرطوم وتاهيلهم ل 350 مقعد. وبالتالي بتلقوا لو ملاحظين في كل السنوات نسبة طب الخرطوم ماشي لفوق، او نسبة هندسة مدنية السودان ماشي لفوق، او كأمثلة يعني. لكن الناس اذا وازنت في اختياراتها انا اعتقد انه بتلقى فرصته في مؤسسة التعليم العالي. وزي ما قلنا نحن قبل انه التأهيل لمؤسسة التعليم العالي بيكون باثنين، بالنسبة والمفاضلة، النسبة المئوية والمفاضلة. إن أهلتك النسبة المئوية بتخش، إن زي ما بيقولوا تساويت مع أي من الطلاب في نسبتك بنرجع للمفاضلة. يلا ده بيسوقنا لحاجة ثانية، نتكلم عن الشروط الأولى مثلا التعليم العالي، النجاح في الشهادة السودانية وما يعادلها. والله ما يعادلها دي حاجة مهمة خلاص. يا جماعة أي دولة في الدنيا تبني أنظمتها وفق مع قرارات، والأساس للدخول لمؤسسة التعليم العالي السودانية الشهادة الثانوية السودانية. ناخذ بين قوسين كبيرين، الأساس للدخول لمؤسسة التعليم العالي الشهادة الثانوية السودانية أو ما يعادلها. أو ما يعادلها دي في المحتوى، في شكل الامتحان، في كل الحاجات اللي بتترجم لنا كلمة ما يعادلها دي بنلقاها في كثير من إخواننا المغتربين، إخواننا العاملين بالخارج وغيره. هنا عندهم كثير من الشهادات اللي بيعتقدوا إنها مميزة، اللي بيعتقدوا بكل الاحتقادات المختلفة مع احترام لكل احتقاداتهم، لكن الأساس الشهادة الثانوية السودانية. ومن الشرط الثاني أو البند الثاني في الشرط مكمل القبول. أيوة يا دكتور، يديك العافية. من الشرط الثاني المهم التقديم لمؤسسة التعليم العالي الحكومية لهذا العام أو كل عام الشهادة الثانوية المتحصل عليها من نفس العام. الشهادة الثانوية المتحصل عليها من نفس العام دي للناس اللي حيقدموا من يوم 14 يوم 23، وحتطلع نتيجتهم ان شاء الله بعد اسبوع ل 10 يوم من يوم 23. لكن بشهاداتهم القديمه عندهم خيارات يقدموا في اشكال القبول الثانيه. يقدموا للقبول لمؤسسة التعليم الاهلي بتقبل من 2017 لحد سنة 80، يقدموا دبلومات من 2017 لحد سنة 80، بيقدموا للانتساب لمؤسسة التعليم العالي. الانتساب إذا طوالي تكلمنا عن الانتساب أو التعليم عن بعد، عفوا تقديم للتعليم عن بعد بنرجع من تاريخ صدور الشهادة 3 سنة لأربعة سنة، بعد تكون الطالب مؤهل إنه ينافس مؤسسة التعليم العالي لمستوى التعليم عن بعد أو على القبول على التعليم عن بعد. يتنافس الطلاب وان شاء الله بتطلع النتيجه. بعد صدور النتيجه طوالب ندخل في قبول الدور الثاني او شواغر القبول للعمل. قبول الدور الثاني مبني على 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 ما شغر من مقاعد في الدور الاول دي نقيف عليها تماما. يعني لو رجعنا للدليل في السنوات اللي فاتت، اول ناس اللي احتكوا بالدليل في السنوات اللي فاتت مرات بيقول لنا مثلا الهندسه المدنيه جامعه الخرطوم عدد المقاعد المطروحه للمنافسه مقعدين، ثلاثه مقاعد دي حيتنافسوا عليها كل الطلاب اللي ما حظوا بمقعد. ده بينتج منه شنو؟ منه شكل تنافسيه كبيره جدا جدا. وبيرجعنا لاساس لائحه برضه انه نسبه الحد الادنى للقبول في الدور الاول بتمثل مدخل القبول في الدور الثاني.
انه وقفت الهندسه المدنيه جامعه السودان في 89.9 البدايه للمنافسه للدور الثاني 89.9. حتى لو كل الطلاب اقل من 89.9 اللائحه قالت 89.9 نحن بنلتزم لها في شكل التقديم او حق ينتبه لها الطلاب في شكل تقديمه. طيب يا استاذ ابو عبيده، دي هو حينفع فيها القبول الخاص ولا ده القبول العام لمؤسسه التعليم الحكوميه الدور الثاني؟ الدور الثاني برضه فيه كثير من الشروط، يعني مثلا الدور الثاني من المؤهل للدور يقدم في الدور الثاني؟ المؤهل اللي يقدم في الدور الثاني الطالب اللي ما حظي بمقعد نهائي او ما قدم قبل كده يحق له يقدم في الدور الثاني. الطالب الرشح لاحدى الدبلومات او عنده لسه رغبه يقدم في الدور الثاني يقدم استقاله في الزمن المحدد بواسطه لجنه القبول، ودائما الزمن ده بيحدد فتره الاستقالات والتخلي بيتحدد في الاعلان المؤتمر الصحفي اللي بيعلن فيه النتيجه انه فتره الاستقالات حتكون اسبوع حتكون 10 يوم حتكون وفق ما 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 غرته اللجنه في 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 حين ان شاء الله. كيف في الاستقاله؟ الاستقاله حتكون الكترونيه، بس تمشي لاي من المنافذ البنكيه او من اي اشكال التطبيق، تطبيق الاستقاله الالكتروني، بتسحب رقم الاستقاله بتخش الموقع موقع الاداره العامه للقبول وبتقدم فورم طلب استقاله بتكمل اجراءات الاستقاله العاديه. ده طالب الدبلوم استقال بحق له لائحيا يقدم للدور الثاني. في طالب قبل في مؤسسه التعليم الاهلي، التعليم الاهلي او الخاص او الاجنبي، وبرضه عنده رغبه يقدم في جامعات الحكوميه في الدور الثاني يقدم استقالته ويقدم. لكن في طالب قبل في واحده من مؤسسات التعليم العالي الحكومي، قبل في كليه من مؤسسات التعليم العالي، قبل في كليه في جامعه حكوميه عشان نفكر فيها كلام بسيط، قبل في جامعه حكوميه ان استغال من الدور الاول ما بحق له لائحيا يقدم في الدور الثاني. فده بيسوقني للكلام اللي قلته لك يا اخي، انت بتختار رغباتك، راعي كل الجوانب، راعي كل الحاجات، ارجع للائحه المنظمه للقبول عشان تقدم تقديمك بالصوره المطلوبه. بعد نتيجة الدور الأول في أشكال قبول ثانية، في قبول النفقة الخاصة للجامعات الحكومية، في شواغل التعليم الأهلي، في قبول أبناء العاملين بمؤسسات التعليم، في قبول الوافدين. دي أشكال القبول الجاية، لكن الآن نحن في حضرة القبول العام لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة والأجنبية. هنا دي في مشكلة. كثير من الطلاب واهاليهم بيسالوا التقديم ده فيه تقديم خاص؟ في هنا ده غبشه في مفهوم الخاص حقيقه. التقديم لمؤسسه التعليم العالي الحكوميه على النفقه الخاصه ده نوع من التقديم، ده اوانه بعد ظهور نتيجه التقديم اللي نحن الان في حضرته. لكن في ثاني شكل تقديم ياتو التقديم لمؤسسات التعليم الاهلي والخاص والاجنبيه، ده الان متاح في اوان التقديم. يعني الليله الاستماره اللي نحن قدامنا وقاعدين نعبي فيها في الايام دي لحد يوم 23 بتقبل ثلاث اشكال تقديم. بتقبل التقديم للجامعات الحكوميه، بتقبل التقديم للجامعات والكليات الاهليه، بتقبل التقديم للدبلومات. وعشان ما امش كثير عايز ارجع شويه في قبول الجامعات الاهليه، الجامعات الحكوميه. الجامعات الحكوميه يا جماعه فيها نوعين من التقديم. تقديم المنافسه العامه لمؤسسه التعليم العالي، تقديم المنافسه الولائيه. شنو المنافسه الولائيه؟ ده السؤال، شنو المنافسه؟ المنافسه الولائيه انه في كل جامعه حكوميه بنص اللائحه في مقرها في الولايه المعنيه، مثلا ولاية البحر الأحمر، جامعة البحر الأحمر، كل الطلاب اللي درسوا كل مراحلهم بجامعة البحر الأحمر يتنافسوا على 50% من مقاعد جامعة البحر الأحمر.
بل اللائحه كانت يمكن كريمه معهم شديد جدا جدا، وده يعني واحده من زي ما نقول رحمه لائحه التعليم اللائحه اللي قبل مؤسسه التعليم العالي، انه عشان الطلاب ما يتكبدوا كثير من حاله السفر والغربه، وحقيقه جو الاسره داعم في كل الاشكال التعليميه. اللائحه بيقول انه ممكن حد اللجنه للقبول للتعليم الاهلي للقبول الولائي ينزل لحد 10 درجات من القبول القومي في ذات السنه. دينا مثال هنا يا استاذ ابو عبيده بيسوقني لحاجه ودي طوالي قاعد اقولها، يعني مثلا في جامعه نياله، جامعه نياله فيها كليه القانون والشريعه، وانا طالب من طلاب ولايه جنوب دارفور، يعني جد جميل انه الناس تمر من بيوتها وتسافر في زي ما يقولوا ولايه السودان المختلفه، لكن اعطني له جامعه البحر الاحمر عشان يقرا التخصص الموجود داخل ولايته فيه امتيازين. يعني تخيل الطالب اللي بيقرا هندسه ميكانيكيه اللي عايز يقرا هندسه ميكانيكيه في جامعه البحر الاحمر وهي متاحه في ولايه البحر الاحمر ممكن يقدم لها للهندسه الميكانيكيه رغبتين، يعني يقدم الرغبه الاولى المنافسه القوميه للهندسه الميكانيكيه ويقدم الرغبه البعديه المنافسه الولائيه للهندسه الميكانيكيه في جامعه البحر الاحمر، يقدم رغبتين عشان ينافس بهم. لا، هو يقوم يختار الهندسه الميكانيكيه مثلا جامعه وادي النيل، جامعه العبره، فيها كثير من الرهق، فيها كثير من الجوانب الحقيقه الناس ما قاعد تنتبه لها في لحظه التقديم. فالتقديم الولايه واحده من بوابات الرحمه بين التعليم العالي والاسر، يعني في ظل زي ما يقولوا كثير من الحاجات اللي احنا ما خافي عننا خير يقولوا انا كولي امر بيسالوني بقول الله خير ولدي وبدي يقولوا قريبين مقام الدراسه متاحه. يمكن دي من الفلسفه الاساسيه هو واحدة من الركائز الأساسية في ثورة التعليم العالي زمان، إنه كثير من طلابنا كانوا بيتغربوا في كل الدنيا عشان يتحصلوا على مقاعد. الليلة مثلا التعليم العالي انتشرت في كل الولايات، بما إنه انتشرت في كل الولايات زي فاتورة السفر للخارج قلت كثير، وكثير من الطلاب لقوا مبتغاهم في مؤسسة التعليم العالي داخل السودان. طيب بنفس الفهم وبنفس الفلسفه يا ريت المجتمعات تعاين لنقطتين، ما تمر من ولايتك، اقعد في ولايتك واقرا بقدر الامكان، يعني بتشيل كثير من الهم والهاجس داخل الاسر السودانيه. مرجح ثاني للتقديم للتعليم الاهلي، تقديم الاهلي زي ما قلت لك بيلك انه مساحه انك تقدم ليه، والان في التقديم الحالي اللي احنا الان بصدده وبعدين نقدم فيه وربنا ان شاء الله يوفق كل المتقدمين، بنقدم برضه الدبلومات في تقديم في ذات الاستماره. الطالب اي من الطلاب يشيل رقم الاستماره رقم الجلوس بتاعه وبيمشي لاقرب منفذ للسداد البنكي، ان كان محفظه الكترونيه، ان كان نافذه بنكيه، ان كان كل مختلف التطبيقات، بموجب رقم الجلوس بتاعه بيسحب رقم استماره. مثلا ناخذ البنك لانه الان اكثر شيوعا، بتمشي البنك بتقدم رقم الجلوس بتاعك، بس يا ريت قبل ما تكمل مع الموظف بتاع البنك تتاكد ان بياناتك في رقم الجلوس متطابقه مع اللي حيطلع لك موظف البنك، لانه من مواقع التعامل كثير من الطلاب بيشفقوا وكثير من استعجال الموظفين يكون مع الـ مع الـ مع الـ مع الشفقه خلف رقم من رقم الجلوس بتاعه، ونتج منه عملية السحب تمت لرقم جلوس طالب ثاني. أول ما تمت عملية السحب لرقم جلوس طالب ثاني بيكون قفلت الرقم بتاع الاستمارة بتاعت الطالب من السداد. بتدخل أسرة كاملة في هاجس ضخم جدا جدا، إنه ولدنا عايز يقدم للجامعة ومشى بتاع البنك وقال له والله معلش الاستمارة انسحبت. تعالوا نتخيل شكل الاسره شكلها كيف، فين واقعها شكله كيف، فيا اخي تور عليك الله يا اسره ويا طلاب، وانتم قدام المنافذ البنكيه وانتم قدام الاجراء قدموا الرقم الجلوس ما شفاهه، قدموا في وثيقه
يا الموظف اللي عايز تطلع رقم الاستمارة، يا الشركاء، شركاء القبول، نحن قاعدين نسميهم يا شركاء القبول في كل المجال، في مراكز التقديم بالجامعات، في مراكز التقديم بالأسواق، في كل المراكز، بس ينتبه كل يسحب رقم الاستمارة. رقم الاستمارة ينسحب رقم الجلوس ذاته، يعني أي تغيير في أرقام ترتيب رقم الجلوس بتاع الطالب بينتج منه سحب استمارة بتاع الطالب، نحن ما عارفين الوصول ليه. إذا الطالب ما كان عنده مقدرة يصل لواحد من مؤسسات التعليم العالي الحكومي، ودي حقيقة واحدة من الرسائل بالرسالة، إذا أي من الطلاب يتعرض لحالة زي دي، مشى البنك ولقى استمارته انسحبت، يتوجه لأي مركز مقدم الشؤون العلمية بالجامعات الحكومية في ولايته. إن كنت في الجزيرة أمشي جامعات الجزيرة أو جامعات تحصيل العلوم او جامعه المطانه او جامعه البيضاري، امشي مكتب شؤون علميه اقول لهم يا جماعه والله انا مشيت البنك يا اخي ولقيت رقم الجلوس بتاعي اللي عايز اقدم بيه مسحوب من ورد ثاني، ما أنا. بعد ده بيتواصلوا موظفين الشؤون العلميه بالجامعات مع الاداره العامه للقبول ووزاره التعليم العالي واداره التنظيم الالكتروني بالوزاره عشان يمكنوا الطالب من الحصول على رقمه. اتحصلت على رقمك، نحن بنقولها والله بنكررها، واحدة من غايات التقديم الإلكتروني إنه توطن المعاملات الإلكترونية في المجتمع السوداني، يعني قصة لازم تجيب ورقة وتكتب أو تكتب معلوماتك في ورقة وتديها لزول كان في مركز تقديم جامعة ولا تديها مركز تقديم في السوق ولا أي من المراكز، نحن ما حقنا الغاية والله، لأنه في زول تاني بيشتغل بيقعد في المونيتور، بيقعد في الشاشه، بيعبي لك رقباتك نيابه عنك، ونيابه عنك دي فيها مشاكل كثيره جدا بالذات في الاسواق. انت بتقوم بتعبي رقباتك في ورقه وبتديها له اي شكل كان، وبعدين بتوكل المقدم. يعني في مثلا في جامعه الامام الهادي، جامعه الامام المهدي عفوا، جامعه الامام المهدي في كليه الطب والعلوم الصحيه هي داش طب، كلية الطب العلوم الصحية داش مختبرات طبية. في كثير من الجامعات لو راجعنا للدليل اللي انت معناه اليوم بنلقى الاسم العام معاه شنو؟ الاسم بتاع التخصص الداخلي. يلا الزول في السوق ربنا يديه العافية مع الشفقة ومع عايز يلحق، يقوم بدل يختار لي رغبتي اللي انا زايرة بيلقى اسم كلية الطب والعلوم الصحية، بيعمل كليك على الرقم طوال ويمشي. إذا بيه الطالب الجايب 93 ولا 92 وهدفه كان يخش كلية الطب، دخل وين؟ كثير والله ده من واقع التجربة. طالب كان مقدم كلية الطب، إذا بيه يتفاجئ إنه دخل كلية الصحة، دخل كلية التمريض، دخل لأنه وكل زول ما قدمه. وبنجي في مغالطة، يا أخي والله إحنا ما قدمنا ودينا بتاع المركز التقديم قدم لنا وقدم لنا غلط. ما انت اول ما شلت ورقه تقديم كامل قطاب طوعا وسلمتها مركز التقديم انت وكلته، وتبعات التوكيل معروفه، انت وكلته اي خطا بينتج منه انت سيد الخطا ده في التقديم. فعشان كده بنرجع بنذكر ونتذكر، بنتذكر انه السنه اللي فاتت الناس اللي قدموا عبر الموبايل، اي زول عنده يا جماعه موبايل ذكي، موبايل اندرويد، ممكن يقدم لمؤسسة التعليم العالي عبر الموبايل. الصفحة بتاعت التقديم لمؤسسة التعليم العالي متوافقة تماما مع الأجهزة الذكية. وعشان ما نقول يعني كلام ممكن ناس كثيرين تفتكره كلام شاعري، السنة اللي فاتت اللي قدموا عبر الموبايل بتاعتهم كانوا 41% من نسبة المتقدمين لمؤسسة التعليم العالي. دي الناس اللي يحصل عندهم فيها كلام كثير كمؤشرات. فيا اخي الموقع بكثير من السلاسه والبساطه انك تتعامل معاه عبر الموبايل. سحبت الاستماره من البنك، اقعد غزي الموبايل بتاعك ب 2 جنيه ب 5 جنيه ب 10 جنيه، اظن كافيه تماما. اخصى عمل التقديم وانت ما متاكد من رغباتك ومتردد واي حاجه، ما اظن بتتجاوز ال10 دقائق. 45 رغبة إذا عبيتها كلها ما بتتجاوز ال10 دقائق. فيا ريت
ننتبه ان الموبايلات بتاعتنا في يدنا دي ممكن تكون منافسنا ل زي ما بيقولوا دخول لمؤسسة التعليم العالي ولتحديد رغباتنا داخل مؤسسة التعليم العالي، بل موبايلاتنا يكون عندها دور ثاني والله للزول اللي ما عنده مرض يعني يتحصل على منفذ الانترنت وما عنده موبايل ذكي، ممكن نتشارك ونساعد بعض. يعني زي ما بيقولوا خدمة الانترنت ب 6 جنيه ممكن تقدم بها ل 10 15 طالب، فنساعد مع بعض نتشارك مع بعض، لانه التراحم مع بعض اولى زي ما بيقولوا ظلال البركه اللي بتنزل علينا وعلى بلدنا ان شاء الله. لكن ما كل واحد نفسي، دي حقيقه مشكله والله. يا ريت ننتبه للاستفاده من استخدام الموبايل الذكي في التقديم. انا ما عايز زي ما بيقولوا اسوق الناس، عايز ارجع اشوف الناس قاعدين تقول شنو واقوم اجاوب من وحي استفسارات الحاضرين في الصفحه. السلام عليكم، شايف في زي 35 ولا 42 الان حضور، ان شاء الله ربنا يقدرنا يكون المسيح ولو قليل من الغبش في العمليه الاجرائيه لتقديم مؤسسه التعليم العالي. شكرا لك استاذ ابو عبيده، حقيقه ما خليت حاجه عشان نزعلك منها، يعني الله يديك العافيه ان شاء الله. بس حابي انا اسالك من بعض النقاط، ممكن انت قبل ذكرتها لكن ما بصوره تفصيليه. فاول سؤال، عدد الرغبات اقل حاجه لازم يكون 10. طيب لما الواحد يمشي ويسحب الاستماره دي بيكون فيها شنو؟ الحاجات اللي بيدوها لهم من البنك وبيجي بعدين هو منزلها في الموقع شنو؟ الاستماره بتاعت البنك بتختلف. عندنا شكلين بتاعت الاستماره. الاستماره الرقم الاستماره واحد، معرف واحد، لكن الفورم اللي بتختلف لنوعين. في الفورم الموجه للشهادات العربيه والاجنبيه، الشهادات الصادره برا السودان والشهاده الثانويه السودانيه. انا حاسالك من التقديم للشهادات الاجنبيه، لكن هسي للشهاده السودانيه. الشهاده السودانيه بس تمشي البنك بتقدم رقم الجلوس بتاعك الصادر في نفس السنه، لانه التقديم للقبول العام لازم يكون الشهاده متحصل عليها من نفس العام. يبقى رقم جلوس حديث، يعني الامتحان السنه اللي فاتت الان ما متاح له يقدم، الامتحان اللي بعديه الان ما متاح له يقدم، ولو مشى البنك وقدم رقم الجلوس حيسحب رقم طالب ثاني. ما هو والمحزن اذا كمل تقديمه وهو ما منتبه للحاله، حيكون قدم في رغبات طالب ثاني وضيع حق. في الحقيقه لانه قبل نحن في الجروب جانا سؤال زي ده، يعني انه في واحد قدم يمكن يكون هو رقم الجلوس خلاص لكن سحب استماره زول ثاني، يعني وحتى كان بيفتش له يعني انه هو امتحن من ياتو مدرسه عشان يمشي يديه الاستماره يعني. فنقول نحن حاليا الاستماره والتقديم متاح للسنه دي بس، الناس اللي امتحنوا 2018. نعم، متاح السنه دي والناس اللي امتحنوا 2018. طيب مؤسسه التعليم العالي امتحنوا في الشهاده الثانويه السودانيه بمختلف مساغات الاكاديمي والفني والنسوي وغيره، وده بيسالني لي حاجه يا اخي قبل ما تقدموا عليهم والله ارجعوا للمواد المؤهله. يعني بيجيني انا طالب يقول لي انا درست علمي احياء وعايز اقدم هندسه. يا اخي ده ما وقت انك تحلم غير لائحة. الهندسه عندها شروط المؤهله ليها والمواد المؤهله ليها، والاحياء عندها شروط المؤهله ليها. بل في حاجه برضه بيسالني، يعني كثير من الطلاب قاعدين يحتالوا على اللائحه او عايزين يحتالوا على اللائحه، عايز يحتالوا على السيستم. يقول لك يا اخي انا ما علمي، انا عايز كليه الطب الفلانيه وكليه الطب الفلانيه، لكن اقوم اتم بكليات ادبيه عشان ما حيشيلوني في كليات الادبيه انا زول علمي. عشان كده قبيلك انا رجعت بتذكر قلت الكلام ده، قلت يا جماعه اقروا اللائحه. الطالب المتحصل على شهاده علميه حق يقدم لكل الكليات الادبيه. فاذا انت قدمت لكليه ادبيه وانت ما راغب فيها بيكون عملت شنو؟ دخلت نفسك في لماذا؟ انت ما محتاج له من الاساس، فاقرا اللائحه عشان تسلم.
نفس الحالة بيسموه للاستمارة، استمارة التقديم للطلاب حمل الشهادات العربية والأجنبية. طلاب حمل الشهادات العربية والأجنبية بيمشوا لأي نافذة بنكية. إحنا هنا ده في الأساس رقم الجلوس، لكن كل الطلاب حمل الشهادات الأخرى ما عندهم بين رقم جلوس معرف. هل بيحصل إيش؟ هل بيحصل أنت لما تمشي أي نافذة بنكية بيدوك فورم فيه 3 أرقام، فيه رقم جلوس أو رقم العميل أو الأي دي، بتكون من 4 إلى 5 أرقام، بيدوك رقم استمارة بيبدأ ب11، بيدوك رقم إيصال مالي، الإيصال المالي إيصال مالي 15، زي ما بيقول بيأكد إنك أنت سددت لحكومة السودان المبلغ على الاستمارة. شلت الورقة من البنك دي مشيت بيها دخلت بيها موقع التقديم الإلكتروني، أول ما فتحت الخانة اللي بتسمح لحمل الشهادات العربية والأجنبية يقدمه حيطلب منك رقم الجلوس. كثير من الطلاب بيعانوا، وكثير من الأسر من الشهادات العربية بيعانوا، بيقوم بيكتب لي رقم الجلوس اللي امتحن بيه في دولته. رقم الجلوس اللي امتحن بيه في دولته أول ما قدمت الاستمارة بتمشي معاك، بيجي منزعج ومضايق انه يا اخي انا الاستماره ما عايز تمشي معايا. الموقع طلب منك رقم الجلوس، طوالي بترجع للورقه اللي حصلت عليها من البنك بتنزل منها رقم الجلوس بمسمياته حسب النوافذ البنكيه او حسب الخدمه المقدمه من البنوك المختلفه. في بنوك مسمياه الاي دي، في بنوك مسمياه رقم العميل، في بنوك مسمياه باسمه الحقيقي رقم الجلوس. بتختار رقم الجلوس ده من الورقه وبتنزله. بيطلب منك الطلب الثاني رقم الاستماره، رقم الاستماره برضه بتختار من ذات الورقه اللي جبتها من البنك دي وبتنزل. حتى لو رسلت بتطبيق الموبايل بيديك الـ3 أرقام ورا بعض، حتى لو نزلت بالمحفظه الالكترونيه بيديك الـ3 أرقام ورا بعض، رقم جلوس، رقم استماره، رقم ايصال مالي. فالموقع طلب مني المره الاولى رقم جلوس، نزلت رقم جلوس من الورقه ومن المنفذ الالكتروني اللي حصلت عليه، نزلت رقم الاستماره، انتهيت من الاثنين دي حنزل ثاني بيسالني من رقم الايصال المالي، بنزل رقم الايصال المالي، في سؤال تعميني في الشاشه بيقول لك اعيد كتابه الرقم الظاهر في الشاشه، بعيد كتابه الرقم الظاهر في الشاشه، بتكمل بياناتك وتمشي لقدام. في الخطوه الثانيه بعدها المعلومات الاساسيه، الاسم، المدرسه، الدوله اللي امتحنت منها، النوع، غير من الحاجات. من الحاجات المهمه اللي انا عايز اجيب عليها، في كثير من الطلاب بعد التجربه بيستهتروا بكتابه الرقم الهاتف النشط اللي يمكن الرجوع اليه، او بيدوا بتاع المركز يكتب الرقم بتاع المركز، انتهى العمليه بتاعت التقديم بيكون ذكر الرقم وانتهى. كثير من المرات الاداره العامه اللي بتقول بتكون في جزئيه معينه عايز ترجع للطالب تستفسره، عايز ترجع للطالب تعالج قصور في شكل تقديمه. دي في المرحله بتاعت الفرز والتأهيل الطلاب للكليات المختلفة. فالناس بترجع للفورم بتاعت التقديم ويشوفوا الرقم بتاعه ويتصلوا عليه، ودائما الاتصال بيكون النتيجة نيجاتيف يعني. أو إذا رد علينا بيقول لنا يا أخي والله ده طالب قدم وفي مركزنا وما شاء الله، لكن أنا ما مذكره مع العشرات اللي قدموا لي. فحص، نزل رقم تليفون حقيقي، نزل رقم إيميل حقيقي. دي من الحاجات المغريات المهمه جدا. الخطوه الثالثه البعديه خطوه اختيار الرغبات. الصفحه جميله جدا جدا في اختيار الرغبات، انت بتختار الرغبات وبتاكد عليها بتنزل عندك في الاستماره. نزلت كميه من الرغبات بعد عندك امكانيه تعيد ترتيب الرغبات داخل الصفحه، وبتلقاها متاحه الخيار داخل الصفحه. فقبل ما ترفع استمارتك جميل، فتحت الاستماره وخشيت مرحله اختيار الرغبات واخترت رغباتك، لكن ما تنتقل للمرحله اللي بعديها ما قلت انت حقيقه مدير رغباتك زي ما انت عايزه وزي ما انت مرتبه، عشان حتجاوب في الخطوه الرابعه قبل الاخيره انه والله دي رغباتي وانا متاكد من رغباتي، دي اسئله بيسالك فيها النظام انا متاكد منها وعايز اقدم وعايز. واول ما وافقت على الحاجات الاسئله الاربعه المدعي داخل الاستماره الالكترونيه وقفلت الاستماره الالكترونيه، مساحه يا جماعه انا غلطت وعدل ليش يا استمارتي؟
ما عندنا يقولوا جدوى ممكن الناس تركز عليها. فيا أخي الدين زمان، أول زمن الحكومة زمان من الساعة 8 للساعة 12 مش 10 يوم، لكن في الإدارة الإلكترونية الزمن يتغير، في التقديم الإلكتروني الزمن يتغير. يعني إحنا الليلة بنتكلم عن 240 ساعة، نحن من 240 ساعة عايزين 10 دقائق. الليلة يوم كم يا أنس؟ الليلة يوم 18، من يوم 18 إلى 23 خمسة يوم. طوالي نضرب 5 في 24، دي عدد الساعات اللي منتظرة 125 ساعة نحن هي متاحة لنا، عايزين منها 10 دقائق. فيا أخي أنت عبي الثمارة بتاعتك، أصل لحد الرغبة الثالثة المرحلة الثالثة، ورتب رغباتك الليل وبكره وبتوني وبتودد وبيشور وبحاجات كثيره، ما تنتقل، ما تستعجل عليك الله، ما تمشي بتاع المركز يستعجل لك يقول لك انا عايز اقفل لك الاستماره بتاعتك. لا، انت اول ما وصلت المرحله الثالثه بياناتك الاولى دي كلها اتحفظت في السيستم، اول ما دخلت رقم الجلوس ورقم الاستماره والمطلوبات الاولى اللي عملناها دي طوالي بتنتقل لاخر مرحله وقفت ليها او وقفت فيها. وقفنا نحن اخترنا 3 رغبات الليله، عندنا باقي شهور همشي اتشاور، ممكن بكره اجي انزل رغبتين واتشاور، بعد بكره انزل 3 رغبات، لكن شنو وانا هادي جدا جدا في تنزيل رغباتي في الاستماعات الالكترونيه، ومقتنع تماما ان ده الترتيب اللي انا دايره. حتى لو في اليوم الاخير الساعه 11 يعني التقديم الالكتروني حيقفل يوم 23 الساعه 11 و59 دقيقه، الساعه 11 و58 دقيقه حسيت ان انت عايز تعدل استمارتك ممكن تعدلها وتقفل الاستماره قبل الزمن ما يكفي. لكن الواقع الحال عشنا حاجه عجيبه، انه في كثير من الطلاب بيصلوا المرحله الثالثه والمرحله الرابعه ما يقفلوا الاستماره. انت ما قفلت الاستماره ما ودعت قانونيا رغباتك لدى الاداره العامه للدخول او وزاره التعليم العالي، بالتالي انت بتخرج نفسك من دائره المنافسه وبدون ما تقصد او بدون ما يقصد الموظف بتاع او شنو الغايم على مركز التقديم في اي مكان. فاحرص تماما تكمل رغباتك، كان بالموبايل كان بالكمبيوتر، تكمل رغباتك للنهايه وتصل لمرحله طباعه الاستماره عشان تتاكد ان ياخي وصلت المرحله دي. قدمت بالموبايل، تتاكد تماما انه وصلت لاخر مرحله، قد اكملت تقديمك بنجاح. نتمنى لك مستقبلا زاهر، والله نحن نتمنى لك مستقبلا زاهر، نتمنى لك انك تختار رغباتك بعقلانيه ما بعاطفيه، نتمنى لك انك ما تفتش الخيار الثاني. عشان كده الخيار الاول في التقديم الاول ابني عليه رغبات عقلانيه، وده بيسوقني لحاجه، كثير من الطلاب مصرين يقروا طب، جميل انك تقرا طب، مصرين يقروا هندسه كهربائيه، يعني جميل انك تقرا هندسه. انا ما بقول لاي واحد من الطلاب انه يتخلى عن حلمه، لكن ما يبقى زي القطر، يا حلمي ده يا ما حاقرا اي حاجه. عندك مساحه تناول، عندك مساحه تعيد زي ما بقول وترتيب حاجاتك وتناول. اذا الكلام ده بقول وانا برجع طوالي للائحه بتاعت اسس ضوابط القبول لمؤسسه التعليم العالي، في بندي جميل، والله جميل جدا جدا، ده بند الحلم المؤجل زي ما بقول انا قاعد اسميه مرات. القبول حملت الدرجات العلميه، القبول حملت الدرجات العلميه اسهل الان مستفيدين منه كميه كبيره جدا جدا من الدارسين نحو البكالوريوس والتخصصات ما قدروا يتحصلوا عليها في سنواته. يعني مثلا انا تخصصك شنو؟ انا هندسه ميكاترونكس. ميكاترونكس. انا هندسه ميكاترونكس، لكن زمان كان عنده حلم مؤجل انه مثلا يقدر اداره اعمال يشيل البكالوريوس بتاعه اللي تحصل عليه ويمشي لاقرب امانه شويه علميه في الجامعه بيلقى بيدرس فيها، بيقدم لقبول حملات الدرجات العلميه. عندي حسن هنا ده بيقرا قرا كان زمان حلمه ومناوي انه يقرا كليه الطب مثلا، لكن نسبته ما حلته في سنته وقدم مختبرات طبيه، قدم تمريض، قدم
كلية العلوم مثلا، لكن حلم الطب ما زال بتاور عليه كل مرة، ويا ريتني لو قريت طب. جميل جدا جدا تقرا الطب زي ما بيقولوا طارت حلمك، وده زي ما بيقولوا الحقيقة اللي بيخلق فارق في المجتمع. الزول اللي عنده العزيمة ما بيخلي الحاجات بسهولة، بتشيل شهادتك بتاعت البكالوريوس اللي اتحصلت عليها في كلية العلوم واتحصلت عليها في كلية المختبرات الطبية، تمشي للجامعة تقول لهم والله أنا عايز أقدم للطب، عايز أقدم لكلية الهندسة الكهربائية في قبول حمل الدرجات العلمية، بتؤهل تدخل بتقبل من سنة ثانية كحد أدنى وبتمشي نحو التخصص الثاني. فبالتالي ده بيسوقني لي حتة معينة. حتى يا أخي يا طالب يا طالبة، لو نسبتك مؤهلتك ما تلغي أسرتك بإعادة كثيرة وتلغي نفسك بإعادة كثيرة وتضيع كثير من السنوات، أمشي في التخصص أشوف لك خيار ثاني، خيارك وكملي بيه البكالوريوس، وان شاء الله بعد 4 سنة تطالعي حلمك وتكملي من جديد. دي من الحاجات اللي انا بكون حريص اني اذكرها. انس عندك حاجه ولا؟ انا كلامك والله كويس شديد، لكن دائما احنا بنحب الاسئله والاجوبه عشان الناس طوالي اي دول داير عنده سؤال احنا نكون جاوبنا عليه. طيب الناس بيسالوا من الشهاده العربيه، هل التقديم لهم الا اجره خاص ولا هل بيخصموا درجات زي ما بنسمع زمان 12 درجه بعد المعادله وبعدين بيقدموا، ولا كيف؟ كده اشرح لي التقديم لناس الشهادات العربيه او الشهادات الاجنبيه بالتحديد. يعني كل الشهادات العربيه والاجنبيه بيختلف شكل الشهادة من دولة لدولة ومن منهج لمنهج. الاختلافات دي بتستدعي بعض التدخلات الأكاديمية، ما عايز أمشي فيها لكن حأذكرها لاحقا بعدين. لكن عايز أذكر حاجة مهمة جدا إن شاء الله تصل للناس وأنت كلها تماما 100%. كل الشهادات العربية بتتنافس في كوتا محددة لها مسبقا في كل جامعات السودانية، من جامعة الخرطوم الإسلامية لأحدث جامعة أسست السنة دي جامعة التكنولوجية، جامعة وليدة جديدة متاحة للقبول لمؤسسة التعليم العالي. الكوتا دي بتسوقني لي حاجة مهمة جدا جدا، طالب الشهادة العربية ما حيتنافس مع طلاب الشهادة الثانوية السودانية، بالتالي ما بيدخل في بيدخل مقارنة ما بينه وبين ما تحصل عليه طلاب الشهادة الثانوية. الطالب في الشهادة العربية في الإمارات في السعودية في سلطنة عمان في الكويت في البحرين في مصر ما بيتنافسوا مع بعض، كل مجموع طلاب جايين من دولة بتنافس لوحدهم في الكوتا المخصصة لهم. طلاب الشهادة الثانوية السعودية المكونة بأجزاء ثلاثة، الشهادة الثانوية بتراكمها العام والتحصيل والقدرات، الطلاب الممتحنين تحت هذا النوع من الشهادة الجايانة من الشهادة من المملكة العربية السعودية بتنافسوا على حصة بتاعتهم، كوتا بتاعتهم، بتنافسوا ليها بما تحصلوا عليه من درجات، بتنافسوا لجامعات السودانيه لوحدهم، ما حيتنافسوا مع طلاب الامارات، مع طلاب السودان، مع طلاب البحرين. فبالتالي دي بيسوقنا انه ما في حاجه بتخلي وزاره التعليم العالي تستحي تنقص واحد من 10 ولا 12 من 10 زي ما ذكرت يا ناس. كل الحاجة إنه التنافسية بيناتهم بتخلق واقع مختلف، إنه أغلب الطلاب في الشهادات العربية السعودية إماراتية بحرينية قطرية بيخلقوا شكل تفضيل. وزمان قبيلك ولا قبيلك أنا قلت حاجة إنه الإدارة العامة للقبول ما عندها علاقة بتحديد نسبة الكلية المعنية، مجلس اللجنة القبول ما قاعد تحدد إلا الحد الأدنى المذكور في الكليات الطبية، كليات الطبية ومؤسسات التعليم.
الاهلي لحد الادنى كليات الطب والصيدله وطبنان 70% لحد الادنى، وبعد ده بيكون الفيصل. لكن في التعليم العالي الحكوميه بيتنافس الطلاب بما تحصل عليه من درجات، عندي عدد مخطط معين 25 مقعد 30 مقعد 200 مقعد، حيتنافس عليه بما تحصل عليه من درجات. اذا كان هم كلهم متحصلين على درجات عاليه حيتنافس على المقاعد دي تنافس الغله، يعني التنافس حيكون عالي. السيسي مفترض ينتخب منهم، ونجيب ينتخب دي ونحط تنخب، ينتخب منهم احسن المتحصلين على درجات. ناخذ السعوديه، السعوديه شهادتها مكونه من 3 اجزاء، شهاده المدرسه، امتحان التحصيل، امتحان القدرات. اللائحه قالت هنا في مشكله، قالت عشان انا اوحي الشهاده الثانويه السعوديه في تحقق لها جزء من التماثل مع الشهاده السودانيه لازم اضع معاملات عشان تضبط الحاجه دي. فوضعت 20% من شهاده المدرسه او التراكم العام و80% من امتحان التحصيلي. 80% من امتحان التحصيل، التضريبه دي شامله كل طلاب الشهاده الثانويه السعوديه. يعني اذا شالوا منك انت 20 وانت ساكن زي ما بيقولوا في نجران، حيكون ذات ال 20 شالوها لزول من الرياض، حيكون شالوها لزول من البحرين. كل الطلبه ديل اتخصمت منهم او اذا تمت معادله شهادتهم بذات المعامل بتاع المعادله، وبالتالي لو خفضنا منك لازم منك. بعد ما تمت ضبط الشهاده بالترتيب اللائح المذكور في نص اللائح في معالجات عام القبول، بنمشي للمربع الثاني، مربع التنافس، وكل الطلاب حيتنافسوا على شنو؟ على المقاعد المخصصه لهم في البحرين. ومن الحاجات الحق اذكر هنا ده والله الحمد لله ونشكر يعني اخواننا في السفاره السودانيه بالرياض، تمكنوا من يجيبوا لنا زي ما بيقولوا الشهاده الثانويه السعوديه لطلابنا في السعوديه. الكلام ده نتج منه شنو؟ ممكن رسلنا رسائل في الفتره اللي فاتت من كل الطلاب يجيبوا شهاداتهم من المطابقه للاداره العامه للقبول واليوزر نيم والباسورد وغيره من المطلوبات اللي انتشرت في الفتره اللي فاتت. الليله اللي دار عمل القبول وزاره التعليم العالي بيقول لهم يا اخي والله الحمد لله احنا تحصلنا يا ناس السعوديه، حملت الشهادات السعوديه على كل زي ما بيقولوا درجاتكم في التحصيل والقدرات والتراكم العام، فشكرا. ما محتاجين تجيبوا لنا الشهادات، ومحتاجين بس يعملوا كثير من الدعوات اللي احنا ربنا يوفقنا نكمل التقديم لنهاياته، وكثير من الدعوات ان اولادكم واخوانكم ومعارفكم يتحصلوا على الرغبات اللي هم بيحلموا بها وكتبوها في استماره التقديم. بالنسبه لباقي الدول العربيه، الامارات، البحرين، سلطنه عمان، الكويت، ينطبق عليهم نفس الحال في الشهاده السعوديه، انه يتنافسوا بما تحصلوا عليه من درجات لوحدهم في مقاعد مخصصه لهم، تنافس ينتخب احسن المتقدمين منهم. ف الحديث ان وزاره التعليم العالي بتقلل درجه نص درجه ولا 12 درجه حديث عالي من الصحه تماما. بمشي لحته ثانيه مهمه جدا، كل الدول العربية كل الشهادات المقدمة الآن في التقييم الحالي ما عدا الشهادة السعودية بين قوسين، ما عدا الشهادة السعودية. أنا الشهادة السعودية والله جدا والله غير مجيب لنا الشهادة بتاعتكم اللي أنا تحصلنا عليها. يحرصوا على حاجة، كل الشهادات الثانية الناس اللي قدموا وأكملوا تقديمهم الإلكتروني يحرصوا يجيبوا لنا رقم الاستمارة والخطوة الأخيرة من التقديم، يجيبوا لنا الرقم الوطني، يجيبوا لنا الشهادة المختومة من إدارة امتحان السودان كآخر ختم. إحنا هو اللي بعينينا ختم إدارة امتحان السودان، إنه هذه الشهادة تعد شهادة سودانية نجاح. يجيبوا لنا صورة وأصل في واحد من منافس التقديم بالخرطوم والولايات، المراكز التقديم المؤقتة بالجامعات الحكومية في الولايات، مراكز مركز الإدارة العامة للقبول، مكتب الإدارة العامة للقبول لمطابقة أصول الشهادات. اللي بيحصل شنو؟ نجيب في الحته دي تماما وننبه ليها كل الاسر، انه المطابقه
يطابق الاصل مع صوره يوقع الموظف يرجع الاصل في حينه. فبالتالي يا طالب يا ولي امر الطالب ما تخلي اصل الشهاده بتاعتك عن اي مماثله التعليم العالي، لانه كل الاجراء اللي بنطلبه منك انك يا اخي الدين اصل الشهاده نطابقه مع الاصل ونوقع في الصوره ونرجع لك الاصل حفاظا على وسائل. لكن لو ما جبت لي المطابقه دي حصل شنو؟ لو تساهلت في المطابقه قلت يا اخي والله انا معلش انا في البحرين لحد ما النتيجه تطلع حتى نجي، انا في الامارات والله ما عندي اجازه لحد ما اجي حتى نرسم، الكلام ده بيعرض والله ولدك بنتك اخوك لمشكله كبيره جدا. ان ما جاتنا المطابقه بتاعت الشهاده قبل يوم 23 يوم 23 او في اقصاها يوم 24 وتم فرز النتيجه، اي طالب ما جاب حصول شهادات المطابقه حيستبعد من شنو؟ من استباق المنافسه لمؤسسه التعليم العالي المختلف الحكوميه اذا كانت اهليه. فيا اخي رسي الشهادات، رسي الشهادات، انت ما قادر تاخذ اجازه وتمرق تنزل السودان، رسي اللي اقرب قريب لك هنا في السودان، رسي اللي اقرب صديق لك هنا في السودان، خليه يكمل عنك اجراءات التوثيق في مظانة المختلفه ويجيب لنا صوره الرقم الوطني، صوره رقم الاستماره والخطوه الاخيره من التقديم واصل صوره الشهاده المختومه. بنرجع له في ذات اللحظه اصلا بينتظرك به ويرجع لك اصل الشهاده، يكون كده نحن وانت ضمننا ان الطالب ده والطالبه دي دخلت المنافسه واستوفت مطلوبات المنافسه كلها. دي انس من الحاجات المهمه للشهادات العربيه، ان شاء الله القوا مقاعدهم. تمام ان شاء الله. ما قصرت والله يا استاذ ابو بيده. يا شباب او الناس كلهم قاعدين في اللايف، يا ريت لو اي زول عنده سؤال يكتبوا لنا تحت، نحن بعد شويه حنبدا نساله من او حيبدا استاذ ابو بيده يجاوب لنا على الحاجات اللي حتكتبوها انتم لنا. طيب يا استاذ ابو بيده، يمكن في ناس يا دوب دخلوا علينا، ممكن بس سريع كده تذكر لنا انواع التقديم اللي هسه حاليا، انه هسه في التقديم العام بيخلص اخر يوم يوم 23، نعم. بعديه بيفتح التقديم الدور الثاني، بعد ما ينتهي الدور الثاني بعديه بيفتح التقديم للخاص في الجامعات الحكوميه. لا نقوم نرتبها زي الناس. طيب الليله نحن في حضره معيه تقديم لمؤسسه التقديم الاول، التقديم الاول لمؤسسه التعليم العالي، التقديم الاول لمؤسسه التعليم العالي بيستهدف التقديم للجامعات الحكوميه لمستوى البكالوريوس والدبلوم. الجامعات الاهليه لمستوى البكالوريوس والدبلوم. الجامعات الحكوميه لمستوى البكالوريوس اهلي ولائي ومنافسه عامه لمستوى البكالوريوس. اما الدبلوم ما عنده ولائي، بيتنافس منافسه عاديه. تقديم الاهلي والخاص والاجنبي لمستوى البكالوريوس والدبلوم. ده في الدور ده حينتهي ان شاء الله يوم 23. نتمنى كل الطلاب حصل على فرصتنا الاولى. بعد اعلان النتيجه اللي هي حتكون بعد اسبوع او 10 يوم في اقصى، يعني ان شاء الله حيكون اقل من كده، لانه من واقع يقولوا من واقع التجربه والتحديث والتطوير المستمرين في وزاره التعليم العالي انه الناس تحصل على نتيجه تقديمها في اقصر واقرب وقت. وان شاء الله نتوقع السنه دي تقل الفتره بين ختام اليوم الختامي للتقديم واعلان النتيجه. وكل الوزاره بتستعد، زي ما بيقولوا واحده من زي ما بيقولوا من افراح وزاره التعليم العالي، زي ما بيقولوا القبول للدور الاول بتكتسبه كل مؤسسه التعليم العالي بكافه طواغم الاكاديميه والاداريه، بيقول مرحب لطلاب 2018 2019. تعلن النتيجه في ذات يوم اعلان النتيجه بيعلن فتره التخلي والتحويل والالتماس كل الطلبات اللي بتتم. التخلي لو تتذكر قبل انا سنه قلت الدور الثاني هو شواغل قبول الدور الاول، ما شقر من مقاعد في الدور الاول. يعني في كثير من الطلبه اللي قبل كانوا يقولوا اليوم يا جماعه قدموا رقباتكم، انتوا عايزين تكونوا قدموا رغبات، هم عايزين او بيكون ادوا بتاع مركز تقديم الكتروني الورقه زي ما بيقولوا رغباتهم في ورقه عاديه، هو مع الاستعجال ومع عدم الاهتمام او اي من الاسباب اختار للطالب ده رغبه ما هو الرغبه بتاعته بيضطر يتخلى منها.
التخلي ده يا جماعة عليكم والله بين قوسين، الوزارة متعلمة فترة التخلي والاستغالة، فترة التخلي والاستغالة المقعد ده عايزه واصل فيه، ما عايزه والله حرام، حرام إنه تحبس مقعد يمشي 4 سنة ما يستفيد من الطالب. المقعد ده مصروف عليه من قبيل الجامعة لمدير الجامعة، مصروف عليه مدخلات كثيرة جدا جدا، مصروف عليه من ضرائب الناس المساكين دي. فيا أخي من الكرامة ساي والأخلاقيات، يعني المقعد ده ما دايره أدي للزول اللي بيستفيد منه، خلي للزول اللي بيستفيد منه. عشان كده بنقول للناس يا أخي فترة التخلي والاستغالة عليك، والله مقعد ما داير طوالي أمشي أقرب نافذة بنكية أسحب رقم اللي بيموجود، أنت بتدخل الموقع الإلكتروني بتقدم طلبك للاستغالة الإلكترونية. يعني والله عايز ما حتمشي بنك، ما حتمشي وزارة التعليم العالي، ما حتمشي الجامعة، ما حتمشي أي حاجة بالاستغالة. كل الاستغالة حتعمل وحتمشي البنك، حتدفع فيس معينة، حتستلم على تستلم استمارة ذات الاستمارة اللي بتشبه الاستمارة القديمة، في بتفتح الموقع بتقدم تضغط على الأيقونة بتاعة التخلي، في طلبات حتطلبها وتأكيدات حتأكدها إنه أنت تخليت من المقعد ده وكده، تخليت من المقعد الإلكتروني. إن كنت من المقبولين في الدبلومات أو التعليم الأهلي وعايز تقدم في القبول العام الثاني يحق لك، لكن إن كنت تحصلت على مقعد المستوى البكالوريوس في جامعة حكومية اللائحة بتقول لك والله نعتذر، أنت تحصلت على مقعد وتخليت منه، عندك ثاني فرص إنك تقدم على النفقة الخاصة للجامعات الحكومية أو على اللي مؤسسة التعليم الخاصة والأهلية والأجنبية بالسودان. يلا التقديم من الدور الاول، تعقب فتره الاستقالات، بعد فتره الاستقالات طوالي او في اوان فتره الاستقالات بيفتح اشكال ثانيه للتقديم، يفتح شواغل التعليم الاهلي بعد الدور الاول، بتفتح شواغل التعليم الاهلي، بيفتح القبول الخاص للجامعات الحكوميه. القبول الخاص للجامعات الاهليه كان